تقول: أذنبت في حياتي ذنوب كثيرة، ثم من الله علي بالتوبة، وأنا أريد أن أقوم بما ينفعني من طلب للعلم الشرعي، فما وجدت من يدلني على طريقة صحيحة، خصوصا أني أم وعندي أولاد ولا أستطيع الخروج من المنزل، فإن كان هناك كتب معينة يجب أن أقرأها، ما هي؟ وهل أقرأها فقط أم علي أن ألتزم بالحفظ؟ دلوني إلى الطريقة الصحيحة أحسن الله إليكم. أولا، التوبة الصادقة تكفر بإذن الله ما كان من الذنوب بين العبد وخالقه جل وعلا فقط، وما كان من ذنوب متعلقة بالآخرين فإنها تحتاج إلى المقاضاة أو طلب العفو منهم. فيحسن بالإنسان أن يحرص على هذه الأمور، وما عداها إن شاء الله يكثر من الأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات بحول الله وقوته، والله أعلم. صلى الله عليكم. كيف لي أن أقوي إيماني وأنا منشغلة كثيرا بأعمال المنزل وكثرة أولادي؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فكما أنك حريصة على تحصيل العلم، واليوم والليلة 24 ساعة، انظري ما الذي يضيع من هذه الساعات بدون فائدة، فاستغليه في ما رغبت به من تحصيل العلم. أما الكتب التي نسيت أن أذكرها، ففي العقيدة أو في التوحيد أنصح بقراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب توحيد عملي، وأكثر المخالفات فيه بيان ما يدعو إلى الابتعاد عنها. وفي الفقه أنصح بقراءة عمدة الفقه لابن قدامة، وحفظ هذا الكتاب وهذا الكتاب أثبت للمعلومات وأقرب لسرعة الاستذكار. وأنصح في الحديث بقراءة عمدة الأحكام في الحديث، حيث أن مؤلفها التزم أن لا يذكر فيها إلا ما خرج في الصحيح، فيقرأ الإنسان هات تلك الأحاديث وهو مطمئن إلى صحتها، ثم يتعاهد ما بين فترة وأخرى إعادة الاستذكار، والتوفيق بيد الله.